check. Are we good? We should be good. هذا الأسبوع على عماني أوفرلاند نتعرف على علي الحارثي وسيارته الرام باور واجن. بسم الله الرحمن الرحيم معكم علي زاهر الحارثي رام باور واجن 2022 ميزتها انها انا اطلعها من الوكالة فيها كل الزيادات من المصنع يعني ما انت اللي تضيفها في الونش مثلا جزء من السيارة الشيء الوحيد اللي غيرته هو الهوك حطيت فاكتوري 55 وأضفت إليها الريجيد اندستري لايتنج سيستم كفاية يعني ما حبيت أكثر والشيء الثاني غيرت العجلات من 33 إلى 35 لأن 33 كانت صغيرة كثير والسسبنشنز اللي موجودة تابعة لبيلستين أو بيلشتاين وعندي السوي بار ديسكونكت نفس الروبيكون طبعا السسبنشن من الوكالة من كل شيء من الوكالة إلا التواير الشيء الوحيد اللي غيرته تمام طبعا من أول إضافات هو المخفي على الطريقة القانونية من الداخل عجبتني سالفة الطريقة القانونية ترى احنا نحافظ على القانون عندك اللايت سويتشز حال الاندر لايتس الروك لايتس زائد الفرونت لايتس والباك لايتس اوكي ركبت لك سيستم بسيط جدا 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 اللي هو اسمه بولت بروف بالماجنت ما شاء الله يلزق او تعمل اي كونكشن مثلا انا الحين مركب الجارمن اوفرلاند على هذيك الناحية وهذا الستاندرد اكويبمنت يعني مش كهربائي مانيوال اوكي زائد الديسكونكت موجود هنا ما شاء الله يعني سياره جاهزه للاوفرلاندنج جاهزه وموجودين بقوه يعني وثانيا الاشياء اللي تعجبني في الرام عدد المخازن اللي فيها فمثلا عندك هنا تحت السجاد على الناحيتين ستورج فمثلا انا اختارك هنا الاوتشي باوتش اللي هي الفيرست ايد كيت مالي عجبتني هذه الاوتشي باوتش اوتشي باوتش نايس زائد تحت السيت حاط لها بعض الاضافات الثانيه ما شاء الله هذه الاشياء اليوميه ومن الجوانب عندك الرام بوكس عندك الرام بوكس طبعا جدا جدا تجهزها بالطريقه اللي تحبها فعندي الباتري تركنا هنا عشان الطلعات عندك النايت كور بورتبل يس نايت كور بورتبل والنايت كور السولار بانلز وهذولا عشان تغطي الدرايش وانت واقف فتعزل الشمس من الداخل ما شاء الله عندك الفرونت رانر راكس هذول زائد دايموند باك كفر هذه اقوى شيء بتحصله في السوق هيفي ديوتي الومنيوم حديد استوردته ما شاء الله شوف ثلاجتك داخل ثلاجتك دائما داخل يعني هذا انا ما اشتريت ثلاجه دومتك اوكي براد اوكي عادي ايس بوكس عادي لان انا ما مثلكم انا بس اطلع على الويكند اوكي فيكفي 10 ايام يكفي ويوفي بعد يكفي 10 ايام ثلج وبعدين عندك الشيء اللي ما نستغنى عنه اللي هو الكويكبيتش طبعا هذا الشيء ما نستغنى عنه زائد ال 270 او 280 اونينج ايوه وجبت الاي ار بي تراكس ولكن عملوا لي كاستم فيتنج من عند الجماعه بي بي سي ما شاء الله حتى الروف راك طبعا كله من بي بي سي من بي بي سي زائد في الصندوق هنا الريكفري جير كامل ما شاء الله والتوين اي ار بي كومبريسر اللي عملت له اكستنشن من هذه الناحيه فمن هنا على طول حط البايبس اوكي بيرفكت عندي 3 كونكشن بوينتس ما شاء الله وهذه من بي بي سي اهداء من عندهم ما قصروا الشباب زائد اللاسلكي مركبين ما شاء الله في راحتي الشخصية تم إضافة غرفة الخصوصية من شركة كويكبيتش وخزان ماء دي تانك من ووتر بورد شوف
السر في الـ proper overlanding إنه هي ما كم الميزانية اللي عندك، هي إيش الحاجة اللي تحتاجها. فنصيحتي ما تروح تشتري لأن فلان اشترى ولا حد ثاني اشترى، جرب بالبداية مع سيارة بيسك، ومن وراها كل ما أنت طلعت شفت إن ناقصك شيء ضيفه. يعني أنا بديت مثلا بالخيم العادية، بعد فترة شفت إن الخيمة اللي فوق الروف مناسبة حالي، بس هاي ما شرط تناسب كل حد، في ناس يناسبهم وفي ناس ما يناسبهم، وهي لا في الآخر الميزانية. فإذا بتشتري شيء اشتري شيء في جودة، لأنك إذا طلعت وانكسر عليك الغرض لأنك وفرت عليه، ذيك الوقت أنت الخسران ورحلتك راحت. فأنا نصيحتي دائما إذا بتشتري شيء اشتري شيء تعرفه وتعرف إنه في customer support وذو جودة، ما هي على كمية الأغراض بس هي على حاجة الأغراض. وأهم نقطة من كل هذا كله، عمان جميلة ونظيفة، حافظوا عليها. ما يمانع إنك أنت تروح أي مكان، البلد مفتوحة، بس يوم تخلص اتركها كأنك ما جيت، كأنك ما كنت. وإذا للأسف شفت أي شيء نفايات ناس ثانيين، ما عيب شيل كيس معك لمه وحافظ على مكانك، في الآخر هذه بلدك. هذه الرام باور واجن اوفرلاند بيلد اللي يملكها علي الحارثي. اتمنى عجبتكم الحلقة الثانية من عماني اوفرلاندر، واذا ما تابعتوا القناة اتمنى انكم تعملوا سبسكرايب. نلتقي الاسبوع الجاي في حلقة جديدة من عماني اوفرلاندر.